احنا كنا بنقول بنتكلم على اساس ان احنا بنقول ان انا اقدر اغير البرايفت والبروتكت وكل حاجه بالبروبرتيز، ما عنديش مشكله بده، لكن مش من الصح ان انا اخليه يتواصل. ما هو ده اصلا ده مبدا الانكابسوليشن، ان السيت وجيت وبلاش تعمل الايه القصه بتاعت ان يبقى كله بابليك. فاهم؟ طيب بس دي نقطه، دي نقطه ما فيهاش مشكله، بس اثبتت لي حاجه مهمه جدا، اثبتت لي حاجه مهمه جدا، ان ده غير لما بعمل سيت كده صح. ده شيء، وده ايه؟ وده شيء تاني. فده بالنسبه لي فعلا ده اتريبيوتس متعرفه على التايب، كل دي اتريبيوتس متعرفه على التايب. تمام؟ لكن ما هياش اصلا من الاصول اللي موجوده في الكلاس فوق في الديفاين في الديفينيشن بتاعت ال... وفي نفس الوقت لو جيت تعمل بي او جيت تعمل اي 2 وتداري على دول مش هتلاقيهم، لان يعني الكلام ده كله بس متعرف على مستوى الايه؟ الاوبجكت اتريبيوتس بس، الاوبجكت اتريبيوتس بس. تمام؟ حته بقى ناقصاني صغيره جدا في الكلاس اتريبيوتس مش هبقى خلصت منها، اللي هي الشيرد فاليوز. انا ما اعرفش ازاي وقعت من هنا وحد بيشرح، مع اني كنت حاططها في السلايدز القديمه. بس شيرد فاليوز يعني ايه؟ شيرد فاليوز يعني قيم مشتركه ما بين كل الاوبجكتس. انا في المثال ده مش محتاج البي في حاجه، بعد اذنكم انا هستغنى عن البي دي خالص حاليا يعني الاكزامبل ده، وخلي الباقي ده زي ما هو. لكن لو انا جيت قمت قايل A2 ماشي بتساوي ايه؟ وانت باعت له مثلا اي حاجه 1 2 3 ماشي؟ A2 ده كلاس اوبجكت تاني غير مين؟ غير A صح؟ اصحوا معايا شويه. ده اوبجكت وده اوبجكت، اه صحيح الاثنين من نفس الكلاس لكن تو اوبجكتس. شوفوا ده معاك يا دكتور. وبالتالي ليهم مكانين في الميموري مختلفين، وبالتالي القيم بتاعه الحاجه بتاعتهم مختلفه، يعني 1 2 3 هتبقى متشاله جوه مين؟ اتريبيوت 1 اتريبيوت 2 اتريبيوت 3 صح؟ 10 20 30 هتبقى هنا متشاله جوه اتريبيوت 1 اتريبيوت 2 اتريبيوت 3، بس الفرق سيلف. السيلف في الاولى بتعبر عن الاي، السيلف في المره الثانيه بتعبر عن الاي 2، وبالتالي بيحصل التفرقه. ولا انا غلطان؟ ده اصل الفكره واصل شرحنا لكلمه ايه؟ لكلمه سيلف. مظبوط؟ الكلاس اتريبيوتس بقى لا، مفيش سيلف. يعني مفيش المعرف، مفيش الايدنتيفاير اللي بيفرق لي ما بين الاوبجكت والاخر. اللي بيفرق لي ما بين الاوبجكت والايه؟ الاخر. طيب يعني لو انا هنا وانا بقول برنت فاليوز من الايه؟ ومتعامل كمان ده من الايه؟ وقلت له كمان برنت فاليوز بس من الايه 2. واحد هيطبع برنت فاليوز من الايه والثاني هيطبع برنت فاليوز من الايه؟ من الايه 2 هنا اهو. ان هو يعني ايه؟ ان هو يعني قبل ما المس حاجه يعني 3 4 5 يعني 3 4 5 تحت انا مغير، تحت انا مغير صح؟ 17 اهي. لا انا بتكلم قبل التغيير، قبل التغيير المفترض الاثنين قيمتهم 3 4 5 run. الاثنين قبل التغيير 3 4 5 public protected private، وكذلك 3 4 5 public protected private. ده كلام جميل. خد بالك بقى من اللي جاي بعد التغيير. انا عملت ايه؟ برنت فاليوز صح؟ بعد التغيير انا عايز اقول حاجه، بعد التغيير انا ما جيتش جنب الاي 2، يعني خلال الفتره دي كلها انا الاي 2 ما لمستهاش صح؟ معايا مش معايا؟ خد بالك من اللقطه دي. ايوه الاي 2 قيمها المفترض تطلع معايا كام؟
3 4 5 اللي ما لعبتش فيها. اللي لعبت فيه مين هو؟ الاي، وغيرت قيمه مين؟ قيمه الواي 17. قيمه الواي خليتها بايه؟ ب 17. ممكن اغير الزد برضو يعني عندي عادي، يعني ممكن اقول برضو الايه؟ والاي دوت ست الزي ب 7 مثلا، ما عنديش مشكله. يبقى 7 و17 اتغيروا. على مستوى مين؟ على مستوى الاي. اه اما الاي 2 المفترض ما تغيروش، بس في عينها في ايه متغيره؟ لان دول اللي هم بنسميهم احنا الكلاس اتريبيوتس، بنقول عليهم شيرد، يعني قيمتهم مشتركه على مستوى كل الاوبجكتس. لو جيت عملت ران هتلاقي دي 3 17 7 سمعت هناك وبقت 3 17 7. برضه ولذلك لما جينا نتكلم على كلمه كلاس اتريبيوتس قلنا تختلف عن الناس اتريبيوتس بايه؟ قال الاتريبيوتس الفاليوز اللي جواها سيم فور اول انستنس، يعني هي القيمه لكل مين؟ لكل انستنس اوف كلاس كلهم قيمه واحده. يبقى الفاليو اوف كلاس اتريبيوتس از شيرد باي اول اوبجكتس، يعني مشترك فيها كل الاوبجكتس، مش كل اوبجكت ليه حاجه لحاله، مش كل اوبجكت ليه حاجه لحاله. هل وصلت الفكره دي؟ تمام. كنا بنعمل بقى مثال قديم جدا دلوقتي منتشر على الشيرد اللي هي كلاس اتريبيوت. وعشان كده على فكره بقى عندنا حاجه اسمها كلاس اتريبيوت، وعندنا حاجه اسمها الاوبجكت اتريبيوت، وعندنا حاجه اسمها الانستنس اتريبيوت. خدوا بالكم الفروق. عندنا ثلاث مسميات، ها كلاس اتريبيوتس اللي هي دي على مستوى الكلاس في كل الاوبجكت مشاركه اهي، فدي ان كلاس ان اول اوبجكت شيرد ذا فاليوز، يعني بتتعرف جوه الكلاس على مستوى الكلاس في كل الاوبجكت نفسك فيه. هنا بقى ايه؟ تحت هنا اصحيح الانستنس اتريبيوتس بنفس الكلاس برضو، لكن اول ايتش اوبجكت از اون فاليوز، كل اوبجكت ليه القيمه بتاعته، القيم بتاعته ملوش دعوه بالتاني. يبقى عرفنا ان 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 دي كل اوبجكت ليه قيمه خاصه بيه، ليه القيمه ايه الخاصه بيه. ده بالنسبه لمين؟ الانستنس اتريبيوت. بالنسبه بقى اللي هو الاوبجكت اتريبيوت اللي هي اون ذا فلاي دي، خلاص مش ان كلاس، هي دي الفرق بقى، دي الاوبجكت. بس مش ان اوبجكت بس، ان اونلي this object بس، يعني اصلا ولا مشاركه ولا ليها قيمه ثانيه ولا اي اوبجكت ثاني بتشوفها ولا اي حاجه خالص، هو الكلاس ده بس. in this object only، يعني في الاوبجكت ده بس مش في الكلاس اصلا ولا لها علاقه بالكلاس ولا فيها علاقه بالاوبجكتس الثانيه. زي كده كنا بنقول دي في الكلاس والاوبجكتس ايه علاقتها، دي في الكلاس والاوبجكتس ايه علاقتها. هنا قلنا ايه؟ اصلا دي في الاوبجكت بس، فمفيش كلاسز، وبالتالي مش هنقول ايه علاقه الاوبجكتس الثانيه، لان دي ما لهاش علاقه غير بالاوبجكت ده بس. وصلت الفرق ما بين الثلاثه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه؟ بقول لا حول ولا قوه الا بالله. ايه مفهوم ولا مش مفهوم؟ ماشي. لخبطتك؟ ليه؟ لا ما تلخبطتش. خالص. لا بس التفاصيل كترت. معلش احنا خلاص، يعني هي انت تلاحظ مفيش كود جديد، كلها مفاهيم بس. احنا كتبنا كود جديد خالص؟ ولا حاجه؟ لا. ولا اي حاجه كتبناها جديده. بقى عمالين ناخد في حاجات وهي مفيش اصلا كود جديد. قلت لكم دي الاوبجكت اورينتد.
اللي انا بس عايز اكد عليه على فكره كلمه اوبجكت اتريبيوتس مش كلمه علميه قوي يعني او انستنس اتريبيوتس. او زي ما احنا سميناها ساعات البروتوتايب. على فكره انا عارف ان انا شويه فصلت بصراحه في الاوبجكت اورينتد في البايثون مع ان الناس ما بتحاولش تتناول البايثون التفصيل في الاوبجكت اورينتد، بس صدقوني هيفرق معاكم كتير. لازم تكون عارفين التفاصيل دي. لا مليان يا دكتور بصراحه ومليان فعلا يعني غير الجافا خالص. يعني كله بيتناول. كنت فاكره الجافا اصلا. ايه؟ كنت فاكره الجافا اصعب بكتير يعني، طلع ده مليان جدا يعني. لا لا هو هو على فكره الكلام ده انا والله بقوله، هو في الجافا تيبيكال بس يمكن الجافا منظمه شويه يعني، ده كلام كتير واكواد كتير. لا انتوا ممكن تكونوا بس ما دخلتوش في التفاصيل دي ولا في الجافا ولا في غيره، بس مش عارف احتمال برضه ممكن تكونوا بس ما دخلتوش في يعني انا ما اعرفش. على فكره الموضوع بتاع النهارده موضوع سهل جدا عن كل ما انا حاسس ان موفقين او انا كنت موفق في شرحه، لكن الموضوع صدقوني بتاع يعني معلش ادوني اخد مثال ثاني على نفس الفكره هبسطه قوي عشان بس ان انا راضي يعني اشيل كل السيشن ده. بس لما انا بس مش عارف خليني بس انا هتكلم على الكلاس اتريبيوتس مش عارف قد ايه هي سهله في الموضوع صعب ولا حاجه، بس عشان انا ادخل يعني حافظ لك على كل الانواع عشان تعرف تبقى يعني مثال واحد مقارن ما بين كل الانواع بس مثال كومبليكيتد. لكن تعالى بس نتكلم على الكلاس اتريبيوتس. بس قلت له كلاس ايه خلاص، وجيت له تعمل هنا فاريبل سميته كاونت. ده بالنسبه لي اللي هو دلوقتي يا شباب الكلاس اتريبيوت صح؟ وجيتوا بتعمل ديفاين للايه؟ الانشلايزيشن بتاعي على سيلف. ايه اللي هتعمله سيادتك؟ قلت له ولا حاجه خالص، انا هقول له ايه دوت كاونتر؟ هقول له بيساوي ايه دوت كاونتر زائد واحد. ماشي؟ قمت عامل فانكشن ثانيه. خدوا بالكم يعني كل ما كل الانستنس كل ما يقوم هيعمل ايه؟ الكونستراكت يزود واحد. كل ما بيقوم بيزود ايه؟ بيزود واحد صح؟ بيزود واحد. كنتوا زعلانين مني ولا ايه؟ لا والله خالص كمل حضرتك ما تسكت عن حضرتك. ايوه تمام يا دكتور مظبوط. انا بصراحه هموت واجرب واوريكم الثاني، انا مش قادر يعني لازم اوريكم الثاني. يعني اقول سيلف دوت ده بقى بنسميه الانستنس اتريبيوت صح؟ بس ده الانستنس الاي ماشي؟ هزود له بس حط الاي عشان فرقين ما بينهم وهدي له بيساوي صفر، وبرده مش مشكله ان انا ازوده بواحد يعني مش فارق معايا. نفس الكود كده اقول برده زائد واحد، يعني هنا عرفته وانا زودت عليه واحد. زي ما عرفت الكاونتر وانا زودت عليه ايه؟ زودت عليه واحد. حد زعلان من دي في حاجه؟ حد زود عليا ايه؟ حد كلهم مش زعلانين. قال له ايه؟ برنت؟ لا دكتور عادي. ايوه. مركز في الكود هنا. مركز. طيب. مركز. انا مشكلتي دكتور لاني ما رضيش يدخلني اكثر من الجزء الثاني والجزء الثالث، ما رضي يدخلني الزوم، فيعني بلاحق المحاضره يعني ماشي منها يعني بحاول استوعب. خليك معايا دلوقتي في المثال ده، ده مثال اهو ملوش علاقه باي حاجه في اللي فاتتك، يعني هتقدر تستوعبه لو ما قدرتش تستوعبه ان شاء الله. ان شاء الله. لا لا ان شاء الله. تمام. انا كل اللي عملته ايه؟ ده بنسميه احنا كلاس اتريبيوت ماشي؟ عادي خالص. وده احنا عارفينه، ده اسمه الايه؟ الانستنس اتريبيوت. فمن اسمه الانستنس اتريبيوت بيختلف من اوبجكت الاخر، وده من اسمه
كلاس اتريبيوت يعني على مستوى الكلاس ما بيختلفش من اوبجكت الاخر، بس ده الفرق الواضح الصريح. رغم ان انا عملت نفس الاسلوب ده عرفته وانا وجوه الكونستراكت بزوده بواحد اهو، وده انا عرفته جوه الانستنس وانا وجوه الكونستراكت بزوده واحد، بس الفرق طبعا ده بعرفه على مستوى الكلاس وده بعرفه جوه الايه جوه الايه الكونستراكت ده اصل الفكره الكونستراكت. والفانكشن العبيطه دي بتطبع في الاثنين ماشي يا حاج خالص ماشي. نعم عرفت ده بكام وده بكام. لو جيت دلوقتي قمت قال اوبجكت واحد يساوي ايه؟ المفترض ان الكاونتر كان بزيرو دلوقتي هيزيد واحد هيبقى بواحد، والكاونتر اي والكاونتر اي او الكاونتر اي الكاونتر اي هيبقى صفر وبعد كده يزيد بواحد يبقى بواحد برضه. يعني لو انا جيت طبعت برنت كاونترز هيطبع لي واحد واحد. بس ده بينا ديب سيلف عشان ده ايه؟ عشان ده انستنس صح؟ هيطبع لي واحد واحد اهو هيطبع لك لو شايفنا هل لو ده طبعا واحد واحد في مشكلة بالنسبة لأي حد فينا؟ لا واضح ده الطبيعي العادي برنت كاونترز المفروض يطلع لي واحد واحد. بس انت خارسة ايه هاز نو اتريبيوت برنت كاونترز ايه ايه احنا طبعا ايه برنت كاونترز وير 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 ناس اس يا دكتور ناس اس في اس في اس الفانكشن كاونترز بس في خمسه قال لي ده بواحد وده بواحد معاك اهو ده طبيعي. لو جيت عملت اوبجكت 2 من ايه ده يا شباب شيرد في الميموري مكان واحد كله بيقرا منه. يعني من الاخر اول ما عملت كده الكونستراكتور اشتغل صح فعليا هيروح يعرف سيلف جديد يعني يخص الاوبجكت 2 وبالتالي الكاونتر اي جوه الاوبجكت 2 هيبقى بصفر والاي دوت كاونتر دي عام فهتزود واحد وهي كانت واحد تبقى اثنين والسيلف اللي هو بتاع اوبجكت 2 كاونتر اي هيساوي كاونتر اي زائد واحد اللي هي كانت صفر لسه متعرفه بيزود عليها واحد تبقى بواحد. يعني من الاخر الكاونتر اي تبقى بواحد لكن الكاونتر العام ما بيعيدش ما بيجيبش من الاول هيكمل يبقى باثنين. يعني المفروض دي تجيب لي اثنين واحد المفروض دي تجيب لي اثنين واحد اهي دوسنا في خمسة جابت لي 2 1 لان قيمه ده شيرد القيمه دي مشتركه ما بينهم عمال يزود دليل كمان ماشي طبعناها اوبجكت واحد نطبعها اوبجكت 2 اهي. طب لو طبعناها اوبجكت واحد هتجيب برضه هي اهي لو طبعناها اوبجكت 2 هتجيب هي اهي. ليه؟ لان ده شيرد ما بينهم هو مشترك ضعوا من اي حته تلاقي قيمته سمعت في الثانيه قيمه واحده. يعني اكني لما اجي بعرف لو ده كلاس ماشي نعم الانستنس اتريبيوتس ده كلاس اهو انا بس ايه بحاول ايه لان ساعات الرسم بيوضح اكتر من الكلام. وعندي ده وعندي دول اوبجكتس ادي اوبجكت اهو وعندي ادي اوبجكت زيه اعتبر ان ايه دي عامله زي الاوبجكت
الشر. فأقول ده أوبجكت واحد وده أوبجكت إيه؟ أوبجكت إيه؟ ماشي؟ الانستنس، الانستنس اتريبيوت مكانه فين؟ هقول لك. لو انا معرف هنا الانستنس اتريبيوتس انا معرفه هنا مثلا وليكن ايه واكس خلاص؟ وليكن يعني اتريبيوت ايه واكس وعندي class attributes انا اعتقد مثلا z ماشي وجيت هنا عرفت اللي هيحصل بالظبط ان هيبقى هنا في كده حاجه عامله كده في هنا جوه الاوبجكت في هنا ايه هنا اكس تمام غير الـ A والـ X اللي موجودين فين؟ الـ Object 2 برضه ليه الـ A والـ X بتاعته الـ A والـ X بتاعته طب والـ Z فين؟ هي دي بقى القضية اللي أنت لازم تاخد بالك منها الـ Z هنا الـ Z هنا مالهاش علاقة بالـ Object ده ولا بالـ Object ده نعم الاتنين هنا بيستخدموها الاتنين هنا بإيه؟ بيستخدموها لو دي استخدمتها ماشي الحال لو دي استخدمتها ماشي الحال والاثنين بيسمعوا في نفس المكان في الميمو الاثنين بيسمعوا في نفس المكان في الايه في الميمو وهي دي القضيه اللي احنا بنتكلم عليها ان الانستنس كل واحد شايل نفسه هو الفاريبلز بتاعته جوه قيم خاصه بيه تمام جوه قيم خاصه ايه خاصه بيه اما الشيرد لا لو الاوبجكت واحد غير قيمه الايه الزد لو اوبجكت 2 جه يستخدمها ايه هتلاقيها هي هي لو اوبجكت 2 غير بتلاقي اوبجكت 1 شاف الكون هي لان هو مكان واحد في الميموري اما ايه هنا بقت مكان هنا في الميموري ومكان تاني غيره في الميموري على مستوى الانستنس ولذلك جت كلمه ايه يعني هنا اسمها كلاس اتجوز بس ولذلك انا بحب كلمه شير شير تبقى مفهومه ان هي هنا متشايره عليهم هما الاثنين فالاثنين بيسمعوا فيها الاثنين بيسمعوا ايه؟ بيسمعوا فيها غير خالص الانستنس اتريبيوتس كل واحد ليه الانستنس اتريبيوتس بتاعته ولذلك كل مره بيظبط الكاونتر اي اللي هو الانستنس كلهم بيظبطوا يبدا بصفر ويزود كلهم يبدا بصفر ويزود واحد طب واحد لكن الا ده لان ده في نفس المكان فكله بيزود كله بيسمع في بعضه لو عملت كده خليت اوبجكت 3 من ايه؟ هتلاقي ايه اللي هيحصل؟ الاي هيفضل بواحد برضه، لكن المره دي ان ايه؟ لكن الكاونتر هيزيد يبقى بثلاثه. هيزيد يبقى بايه؟ هيبقى بثلاثه لانه مسمع اهو بقى بثلاثه. مش بس كده بقى بثلاثه لا ولو سيادتك طرق اطبعها من اوبجكت 2 هتبقى بثلاثه ولو قلت له اطبعها من اوبجكت 1 هتبقى بثلاثة برضه. من أي حتة هي بثلاثة لأن كلهم ما بيشوفوش غير إيه؟ غير قيمة واحدة. كلهم ما بيشوفوش غير قيمة إيه؟ مكان واحد. هنا بقت ثلاثة ده هيشوفها ثلاثة وده هيشوفها ثلاثة. بقت أربعة. ده هيشوف أربعة وده هيشوف أربعة. بقت ب 20 دي هيشوف 20 ده هيشوف 20. اتفهمت؟ أيوة كلهم في الآخر شافوها ثلاثة ولا لأ؟ الاوبجكت الثالث والاوبجكت الثاني والاوبجكت الاول كلهم بيشوفوها ثلاثه. هي مكان مشترك واحد. يعني هي تغير قيمتهم بتاعتهم هي يا دكتور لكن هي نفسها متشافه للاوبجكت الثاني زي ما هي. فهمني يا دكتور؟ تمشي النص الاول لكن النص الثاني انا موافقك عليه. طب خلاص كفايه النص الثاني. مش لازم بالاول. وي ثاني النص الاول ثاني. قلت دي نعم النص الاول بالكوره بتاعتك نسيته خلاص يا دكتور احنا نثبت النص الثاني انا عايزك تنسى النص الاول هي الفكره حضرتك سمعته لا والله ما سمعت
انا تنسيته، انا تنسيته خلاص. هو بقى ايه الكلاس اتريبيوت زي النص الثاني من الجمله اللي انت قلتيها. اما اللي هو الانستنس عامل زي النص الاول من الجمله اللي انت قلتيها، كل ما يعرف اوبجكت يبدا من اول وجديد. ده كلهم نفس المفهوم وكلهم نفس المكان وكلهم بيسمعوا في نفس الفكره. على فكره مفهوم بسيط يعني، مش المفروض ما يلخبطش يعني. خلاص دي مكان واحد كلهم مهما يغيروا يعني. لو جه ده يعني لو جه بص اوبجكت 3 خلاص دوت كاونت وخلاه ب 20 اوبجكت 3 او 2 او اي حاجه راح على كاونتر كاونتر اي خلاها ب 20 ايه اللي هيحصل بقى يا شباب؟ هم كلهم الثلاثه اهو اوبجكت واحد واثنين وثلاثه ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجه. ثلاثه لما غير كاونتر اي، كاونتر اي بتاع الثلاثه بس اللي هتبقى 20. دي لسه زي ما هي واحد، دي لسه زي ما هي واحد. ليه؟ ما احنا قلنا يا جدعان ان كل واحد ليه ايه والزد والاكس بتاعته اللي هي ليه، كل واحد ليه الكاونتر بتاعته. لكن لما غير الكاونتر 20 يعني معناها ان هو غير القيمه دي خلاها 20، يبقى الكل هيشوفها 20. يبقى الكل هيشوفها ايه؟ دي الكل هيشوفها 20 دلوقتي. لو جينا عملنا ران 20 احنا ايه اللخبطه دي؟ دايركت تشينج ايه؟ لا احنا بس طبعا غلط اتخربط. احنا عملنا ايه؟ غيرنا دي 20 كاونتر اي 20 انا بديت بثلاثة، ثلاثة جابها 20 بس هو طبع بالمقلوب، طبع بالمقلوب تمام؟ احنا عملنا ايه؟ اوبجكت 3 لان انا مش المفترض ان انا اغير الكاونتر بالشكل ده. الكاونتر ده المفروض يتغير بالشكل ايه؟ بشكل اسم إيه؟ مباشرة يتغير باسم الكلاس مباشرة، لأن أنت لما تغيره باسم الأوبجكت هو أكنك بتعمل بقى النوع الثالث اللي قلت عليه اللي هو الأوبجكت انستنس. هو بيعمل لك واحد اون ذا فلاي على الطايق، عامل لك حاجة اسمها كاونتر. نعم صح. بخصوصك أنت، لكن إحنا أصلا ما بنأكسسش يعني ما بنوصلش للكلاس أتريبيوت إلا باسم الكلاس. هو اسمه كلاس أتريبيوت مش أوبجكت. وبالتالي لما جيت قلت إيه دوت كاونتر 20 خلاص سمعت الكل. وجينا بصينا لقينا كله شاف 20، الثالث شاف 20، الثاني شاف 20، الاول شاف 20، كلهم شافوا 20. ولو انا جيت قلت له عملت ديفاين قلت له ست الكلاس اتريبيوت اللي اسمه كاونت خليته يبعت لي الفاليو بتاعته وقلت له الكاونت تساوي الفاليو اللي اتبعتت طبعا هقول له الايه دوت كاونت صح؟ نعم الفاليو اللي اتبعتت كده اهو. انا لو عايز اغير قيمه الكاونت في طريقه اسمها سيت كلاس اتريبيوت كاونت. طبعا ممكن الاستاذ سامع الاسم ده بالتفصيل يعني ممكن اسميها سيت كاونت صح؟ صح ولا ايه؟ ممكن اسميها سيت. نعم. وبالتالي بقى اقدر اوصل لها من الاوبجكت 1 او الاوبجكت 2 او الاوبجكت 3 او لاخره. وبالتالي لو عدت الكلام ده تاني بس بالشكل الجديد او بالاتريبيوتس الجديد او بالبروبرتي الجديد وجيت قلت له عايزك تغير بس بكلمه ايه؟ اقول له اوبجكت 4
دوت قلت له سيت ايت كاونت، مفيش طبعا اوبجكت اربعه معلش، اوبجكت واحد اثنين ثلاثه بس هم دول عندك. اوبجكت اثنين بس اخليه هنا يخليه كاونتر ب2 ماشي؟ خلي الكاونتر ايه؟ لما يخلي الكاونتر ب2 ايه اللي هيحصل؟ هيسمع في الثلاثه، هيسمع في الايه؟ ثلاثه، هيبقى كلهم 200 هاتف، يعني نفس المكان في الميت. سمع في الثلاثه بقى 200 وده بقى 200 وده بقى ايه؟ وده بقى 200. متهيألي يعني احنا جربنا بزياده قوي على الفكره دي. واضح. ده هو ده مكان مركزي ميموري بيتغير. غير خالص التاني. ماشي بقى. نعم واضح يا دكتور. ايه يا دكتور واضح. اديتها هايدي خلاص عرفناها اللي هي البرايفت. والله يعني لسه بس كما يريد استراكت فيديوز استراكت فيشن استراكت. نبدا في الابستراكشن ولا نخليها المره الجايه عشان عارف يكون طويل؟ المره الجايه خد بالكم عشان المره الجايه كنا عايزين هيبقى معانا المالتي ليفل بقى المالتي انهيرتس. ماشي ان شاء الله الابستراكت مش هياخد مننا وقت. قلنا السبت. نعم. نحاول الدكتور نبدا بدري. ان شاء الله عشان نختم. لان ان شاء الله يبقى ختام باذن الرحمن. عشان نبدا بدري احسن. جمعة سبت ستك. نعم. جمعة سبت. لا بكره. بكره بكره. بكره بكره ولا انت ايش داري؟ طيب. ايه؟ بس النهارده الاربع ماشي معلش انا اسف. طيب يعني خلينا غدا باذن الرحمن نبدا التسعه دكتور. نعم يعني نبدا التسعه. التسعه باذن الله خلاص ان شاء الله حركه الله باذن الله. سؤال خارجي 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 خالص. هو الدكتور عبد الهادي راجل تقيل فعلا؟ انا الصوت بيقطع مش سامع حاجه. دكتور عبد الهادي عبد ايه؟ نبيه عبد الهادي نبيه. لا والله انا ما اعرفوش. بتاع رياضه؟ لا والله ما اعرفوش. ما اعرفوش على مستوى العلم وعلى فكره لو اعرفه برضه مش هجاوب عليك. ده سؤال يتسال اساسا. لا ده او لا سؤال عادي خلاص انا اسف. طيب ماشي يلا استاذنكم. ماشي يا دكتور جمعة خير بكرة إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا دكتور.